السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. أجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ميرانه الاستعدادية والذي يسبق مشواره في تصفية المؤهلة لكأس آسيا 2015 والمسمى إقامتها في أستراليا، ذلك على الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد الكرة. وشهدت التدريبات حضور جميع اللاعبين والذين شملتهم القائمة الأخيرة للمدرب الإنجليزي أنتوني هودسون.